طائق القمح الطازجة فليمينغ هوت شيتوز أنجس برجر، لذة القرمشة الخطيرة. كلاب نواعم بموسمه الجديد هتلاحظوا في تغييرات كثيرة وجذرية. ضيوف من مختلف المجالات يتشاركون مع الفنانين في قصصهم وآرائهم. لو قالت لك عايزة 10 أيام كده مع نفسك، لا لا، روحي 10 أيام وكملي منهم على بيتهم ولقاء مميز مع ويل سميث. كلام نواعم الأحد 9:30 بتوقيت السعودية على MBC 1.